وحول هذا الدعم الملكي السامي الذي تحظى به المرأة البحرينية، أكدت سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، أكدت خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة على الحرص المتواصل من لدن جلالة الملك المفدى على دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات للنهوض بالمرأة وتحقيق الاستقرار الأسري. نشيد بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال الخطاب السامي لجلالته في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والذي أكد فيه على ضرورة الاهتمام بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ومبادراتها الهامة. هذا التوجه حقيقة يعكس حرص جلالته حفظه الله على تقدم المرأة البحرينية والدفع بتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات ما يتوافق مع توجهات مملكة البحرين لبرنامج عمل الحكومة القادم واستراتيجية تحقيق التوازن المالي للاقتصاد الوطني وتأثير هذه الاستراتيجية على تقدم المرأة البحرينية، وذلك من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، أيضا رفع قدرة المرأة على المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أساس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها.